مثلا بدي حساسيه أيوة عنده حساسيه من اكل او من هذا كذا زين وصارت مع الحساسيه صح وهو مسافر ما عنده اي وسيله لا مثلا عارف وين وصلت شلون افضل علاج للحساسيه اي زيت الحبه السوداء مع العسل زيت الحبه السوداء مع العسل يفضل انه يكون زيت حبه سوداء محضر بالعصر البارد ياخذ نص قفشه صغيره بس منه مع قفشه صغيره من العسل يخلطهم مع شويه ماء يشربهم مرتين باليوم بس مضاد الحساسيه على مدى اسبوع 10 ايام شوف حالتك زي الدكتور وين لاقي هذا ما في مانع اقول الاسم قول الاسم وانا لاحقك لسيارة باخذ منك اذا عندك بالدبه هذه من منتجات ارض الطبيعه موجوده في الجمعيه عرفتها بس خلاص